هنا كان في اتنين على السطح، فتحت نيد وركزت مع صوت رجل واحد فيهم ولقيته مشى كده وبعدين راح اخر السطح من الناحية دي. طلعت فوق وفضلت مركز مع اثار الرجلين واستنيت لما صاحبه ابتدى يرفه وقمت طالع لهم. وهنا واحد من العمارة العالية نط على العمارة اللي انا فيها، ففتحت نيد وهو طبعا متأكد ان النيد مش هتوصل له فعطيتها له من هنا. وهنا كان في واحد في الدور اللي فوق، ففتحت نيد ووقفت هنا، لو هينزل هنزل، لو هيطلع هطلع له، فاختار انه يطلع. وهنا كان في تيم بيبش عليا، فببص من هنا لقيت واحد قاعد ورا السور، اسيبه؟ قمت مديله. وهنا كنت بختبر هل حبي للنيد من طرف واحد ولا هي كمان بتحبني، فقلت هحدفها عليه واقف له اوبن. طلعت بتحبني. وهنا فتحت النيد اول ما سمعت صوت رجله وفضلت واخد كفر لغاية لما النيد فاضل لها ثانية وحدفتها عليه. وهنا اخر صوت ليهم كان ورا الحاوية دي، وهم ممكن يكونوا سمعوا صوت النيد بس مش عارفين ان انا ممكن اديها لهم من فوق الحاوية تفرقع فوق دماغهم. وهنا جيت ورا السور وفتحت نيد. محدش يعمل صوت، بص عايزين نفاجئه. عبيط يا ابن اللعيبة. وهنا فتحت النيد وحسبت سرعة العدو في المسافة التي بيننا على الست ثواني النيد على اتجاه سرعة الريح. المهم ان في الاخر الاجابة هتطلع واحد نوك تربيع.